شغلت الكاميرا مرة أخرى؟ بالتأكيد. أريد أن أكلم فلاديمير بوتين. عينت شخصاً وجعلتهم يرون ما إن كان مناسباً للمهمة. صحيح، اخترته من بين 20 مرشحاً خلال 4 أشهر. ارتأيت أن بإمكاني التحدث بحرية. ما كان هذا المنصب سيظهر وكنت سألازم منصب الأمين العام وأحيا حياة الترف. أخبر جدك لمن صوت. شاهد بوتين على الجزيرة الوثائقية.